بيبدأ الفيلم بنيكي سبيرجن، نصاب محترف بيروح بار في نيويورك. هناك بيشوف بنت شقراء جميلة مع واحد شكله بيزعجها، بتهرب منه وبتروح على ترابيزة نيكي علشان تستخدمه كذريعة، اسمها جاس. وبعد شوية مشاريب بتغري نيكي علشان يطلع معاها فوق أوضتها في الفندق، وبيبدأوا يبوسوا بعض. وفجأة واحد بيقتحم الأوضة ومعاه مسدس وبيهدد نيكي. جاس بتقول إنه جوزها. نيكي بيهزر وبيقول إنه عنده سرطان. جاس بتفهم إنه كشفهم، ونيكي بيقول إن المحاولة كانت فاشلة، وبيقول لهم إزاي كان لازم يتعاملوا لو كانوا عايزين يسرقوه فعلا قبل ما يمشي. الفضول بيغلبه، وبعد ما جاس بتسيب الفندق بيقرب منها وبيعزمها على قهوة. نيكي بيحكي لها حكاية عن شريكين في عملية نصب فاشلة، واحد منهم اضطر يضرب التاني علشان يظهر إنهم مش متعاونين. الشريكين دول كانوا أبو نيكي وجده، وواحد منهم اضطر إنه يضرب التاني. جاس بتترجى نيكي يعلمها، بيوافق وبيقول لها إن النصب لعب التركيز. بره نيكي بيشرح لها ان الانتباه زي الكشاف وشغلهم انهم يرقصوا في الظلام. المخ البشري بطيء وما بيقدرش يعمل كذا حاجة في نفس الوقت، لازم تدخل دماغ الضحية وتشوف الامور من وجهة نظره. وهو بيكمل وهو بيسرق حاجات منها، بيتمنى لها حظ سعيد وبيمشي. نيكي بينقل شغله لنيو اورلينز مع صاحبه هورست وفريقه الخاص من النصابين، وبنشوف ان نيكي عنده مشكلة مع القمار وبيخسر فلوس في سباق الخيل. جاس بتلاقي نيكي بعد كام يوم بعد ما عملت بحث عليه، بتطلب منه انها تنضم لفريقه. نيكي بيوافق يجربها وبيعرفها على طول لهوريست واللي كان عارف انها جاية. الوقت ده بيكون اسبوع السوبر بول والمدينة مليانة ناس. جيس بتنضم ليهم في جولة تدريب، بياخدوها خلال الشوارع المزدحمة، بيسرقوا ساعات شنط ومجوهرات من ناس مش واخدين بالهم. نيكي بيعجب بشغلها وبتنضم للفريق. بياخدوها كمان لكازينو الفندق وبيعرفوها على مزيد من خططهم زي سرقة الهوية وتزوير بطاقات الائتمان، حتى بيركبوا ماكينات صرافة وهمية علشان يسجلوا الأكواد السرية. جيس بتتعرف على صديق نيكي وشريكه فرهارد واللي بيكون متورط في خطط أكتر تعقيد. فرهارد بيتجاهل وجود جيس تماما وبيسأل عن كل حاجة عنها، حتى بيسأل لو كان نيكي هيتورط معاها علشان أكيد هو هيتورط. ورغم سلوكه ده لكن جيس بتحب وجوده. وأثناء شرح نيكي لجيس إيه اللي بيعملوه بالبيانات المسروقة في عقاعدتهم وإزاي بيقسموا الأرباح بالنسبة المئوية، بتلاحظ عقد عجبها. لكن نيكي بيقول لها إن كل حاجة بيسرقوها لازم تتباع علشان ما يبقاش في دليل. ولما جاس بتسأل نيكي عن عملية نصب كبيرة تكون كبيرة لدرجة انهم يقدروا يتقاعدوا فورا، بيقول لها انهم في تجارة جماعية وان النصب الكبير مجرد خيال. نيكي بيطلب فلوس كاش علشان يراهن في سباق الخيل. في الوقت اللي بيتفحصوا الشنط وبيعدوا الفلوس، نيكي بيأمن لجاس مكان تقعد فيه، ولما بتطلب منه يوصلها بيقول لها انها لازم تاخد تاكسي. بيشرح لها انه مش مفروض يكون في علاقة رومانسية ما بينهم، وبعد شوية بيجيلها على أي حال وبيبدأوا يقضوا وقت مع بعض. جاس بتسأل نيكي ليه بعض الناس بيقولوله مالو. نيكي بيقول لها إن والده كان بيناديله كده علشان كان بيقول إنه ناعم زي المارشميلو. نيكي بيؤمن إن مفيش مكان للقلب في اللعبة دي علشان ممكن تقتلك. الليلة قبل المباراة الكبيرة لما بيكون الغش خلص، نيكي بيتجه للفريق وبيهنئهم على أسبوع ناجح جاب 1.2 مليون دولار. بيبعت الكل للبيت بالوعد المعتاد انه هيبعت لهم نصيبهم. هوريست بيدي نيكي شنطة الفلوس وبيخليه يوعده انه مش هيأمر بيها. نيكي بيوعد وجاس بتبص عليه. نيكي وجاس رايحين مباراة كرة قدم. جاس بتقول انها مش بتحب الكرة، فنيكي بيحولها لعبة رهانات صغيرة بينهم. بيشوفوا واحدة لابسة شورت قصير وبيرهنوا كم واحد هيبص عليها وهي ماشية. جاس بتراهن على 8 ونيكي على 3. واحد غريب اسمه مستر ليوان بينضم للعبة وبيحط رهان على 5، 7 بيتفرجوا عليها وهي ماشية وجاس بتكون الأقرب. ليوان بيقترح انهم يحطوا رهانات على المباراة. جاس بترفض علشان مش عارفة اي حاجة عن الكورة. نيكي بيقبل وبيحطوا رهان ب1000 دولار ونيكي بيخسر. لما نيكي كان عايز يوقف، ليوان بيترجاه انه يكمل، فنيكي بيوافق وبيرفع الرهان. بيخسر وبيديله كومة الفلوس. الرهانات بتتصاعد وهما بيكملوا، وبعد خسارة 100,000 دولار جاس بترمي شنطة الفلوس في حضن نيكي وبتقوله انهم لازم يمشوا. بياخد الفلوس وبيحطها على الطاولة وبيحط كل الفلوس المتبقية واللي هي 1.1 مليون دولار على سحب ورق عالي بسيط. ليوان مبسوط بينادي وبيسحب 5. نيكي بيكون مبسوط لان الاحتمالات في صالحه، لكن لما بيقلب الورقة
بيلاقيها تلاتة، بيخسر كل حاجة الفريق كان شغال عليها. نيكي وجيس بيتصدموا، ونيكي أخيرا بيكتفي وبيكون عاوز يمشي، لكن مستر ليوان بيستفزه تاني وبيقوله ده اللي بتاخده لما تلعب مع الكبار. نيكي بيقرر يضاعف الرهان تاني، بيقول لليوان انه يختار اي لاعب من الملعب وهو هيتوقع مين اختار، وطبعا الفرصة دي تعتبر مستحيلة. مستر ليوان بيفتكره مجنون وبيقوله انه مش بيراهن على المجانين وبيرفض، لكن نيكي بيزود الصفقة وبيقول ان جيس هي اللي هتعرف اللاعب اللي ليوان اختاره. جيس بتتوتر، ليوان مش بيقدر يرفض فلوس مجانية فبيختار لاعب. جيس وهي متوترة بتدور بالمنظار، وليوان بيديهم فرصة ينسحبوا. جيس بتبص لنيكي واللي شكله بيترجاها انها تاخد الفرصة دي وتنسحب، لكن نيكي بيقول لها تختار. جيس وهي متوترة بتبص على اللاعبين تاني، وفجأة بتشوف فرهاد اللي لابس فانيلا رقم 55، بتبتسم وبتختاره، وده بيكون الاختيار الصح لدهجة الجميع إلا نيكي. في التاكسي وهم راجعين، نيكي اللي دلوقتي شايل فلوس كتير بيشرح لجيس ان ده كان مخطط من البداية. هو كان عارف ان ليوان مقامر مشهور، فخطط انه يخلي ليوان يشوف الرقم 55 طول اليوم، وفي كده بيجعله يختار الرقم ده في اللحظة المناسبة. نيكي بيخلي التاكسي يوقف في النص، انما عربية تانية بتيجي وراهم، بيأمر سائق التاكسي ياخد جيس للمطار وبيسيب لها نصيبها من الفلوس وبيمشي من غير ما يقول كلمة تانية، وبيسيبها مرتبكة ومحطمة. بعد 3 سنين في بوينس ايرس الارجنتين، نيكي بيشتغل مع ملياردير صاحب سيارات سباق اسمه رافائيل وشريكه اوينز، عندهم خوارزمية جديدة لحرق الوقود وهتديهم ميزة في الموسم الجاي، لكن رافائيل قلقان ان ده مش كفاية، علشان كده نيكي هيعمل نفسه موظف سابق غاضب من رافائيل ويبيعه نسخة وهمية لصاحب فريق تاني ماك اوين، واللي هو اكبر منافس ليهم. النتيجة هتكون ان المنافسة هتبقى ابطأ وهو هيبقى اسرع. نيكي بيروح حفلة في قصر رافائيل وبيقول للنادل يصب له مية لما يطلب فودكا على التلج، علشان هو مدمن كحول، علشان يدي انطباع انه بيسكر. نيكي بيعمل محادثة مع كل الضيوف، ولما بيروح يواجه رافائيل كجزء من خطته بيشوف جاز نازلة من السلم بفستان احمر مبهر وبيجمد مكانه. جاز بتبوس رافائيل علشان تغضب نيكي، وبعد كده بيقرب من جاز وبتطمنه انها كويسة لوحدها وانها بعدت عن اللعبة الخدعة. نيكي بيبان عليه الاكتئاب وبيروح يجيب كاس فودكا بيتصبله مية بدل الفودكا، ونادل تاني حكى للكل عن مشكلته فعشان كده ما بيدلهوش شراب. وبعد ما بيمثل انه سكر، نيكي بيلعب دوره كموظف غاضب، لكن بدل ما يزق رافائيل بيضربه في وشه وبيفرغ غضبه المكبوت عليه علشان يكون مع جاس. وبعد ما اوينز بيخرج نيكي برا، بيقرب منه حارس ماك ايوين وبيديله اوراق اعتماد ماك ايوين وبيدعيه للغدا. في اليوم التالي واثناء الغداء مع ماك ايوين، نيكي بيلاقي صعوبة في التركيز على الكلام، هو منزعج وبيبص على جيس اللي بتغازل رافائيل. بيقرروا يرجعوا لبعض بعدين لما يكون عندهم دليل قاطع ان الخوارزمية حقيقية. بيقرب من جيس وهي بعيدة عن رافائيل وبيقول لها ما تثقش فيه، وهي بترد عليه وبتقول له ليه تثق فيه بعد ما سابها، وهي ماشية بترمي له محفظته وبتبين ان لعبتها لسه شغالة. نيكي بيعمل صفقة مع ماك ايوين ب3 مليون يورو بعد ما البيانات بتثبت ان الخوارزمية الوهمية حقيقية. نيكي بيقضي وقت كتير بيحاول يقرب من جيس. جيس بتقول له كل اللي هو عاوز يسمعه، وقبل ما يبوسها بتقول له انها اتعلمت كتير من اخر مرة تقابله وعايزة توريه، وزي ما اتعلمت تلعب بالرجالة زي ما لعبت بيه دلوقتي، وبتقول لنيكي يبعد عنها وانها مش هتقع في خدعة تانية. كنتيجة اخيرة نيكي بيجيب فرهاد علشان يقنع جيس انها تديله فرصة وانه اسف على اللي حصل، هو بيديها العقد اللي كان عاجبها من 3 سنين. نيكي بينجح انه يتكلم معاها تاني وبيقول لها انه ما اشتغلش في فترة لانه مش حاسس بالصواب، وانه حتى لجأ لقبول المساعدة. جيس بتسأله على طول عاوز مني ايه، نيكي بيقول انه شخص مختلف، لكن رغم انها عايزة تصدق جيس صعب عليها تصدق علشان فاكرة انه نصاب وبتمشي، وهناك كان في حد بيتبعها. لما نيكي بيرجع لجناحه في الفندق بيلاقي جيس قاعدة جنب بابه، بيقضوا الليلة مع بعض، وفي الصبح بيقول لها انه هيمشي الليلة وعايزها تيجي معاه. وبعديها على طول اوينز بيجي لباب نيكي وهو بيحاول يخلص منه، لكن اوينز بيدخل ونيكي بيحاول يخلي جيس بعيدة عن النظر. اوينز بيشتكي من الجيل الاصغر وعدم تقدم نيكي في الشغل، وبيتكلم وهو بيتمشى في الشقة زي ما بيكون بيدور على حد. جيس بتهرب للشرفة وبعديها اوينز بيخرج. نيكي في النهاية
بيباع الخوارزمية الحقيقية لرافائيل مش بس لماك ايوان، لكن لكل فريق سباق تاني بنفس السعر. بيتمنى لهم حظ سعيد وبيحصل على نفس الرد. هو مين محتاج حظ مع أصدقاء زيك؟ وبيكون جمع حوالي 27 مليون يورو نقدا. نيكي بيجيله خبر انه تم اكتشافه، لكنه بيتردد في المغادرة من غير جاس. ومع نفاذ الوقت بياخد شنطة وبيفتح الباب وبيلاقي جاس، واحد من حراس ماك ايوان، بيشتري حاجات غريبة من محل، والكاشير بيديله نظرة. وبعد بعد وجبة سريعة بيبص على ساعته، بيربط الحزام وبيلبس الحماية وبيدوس بنزين وبيخبط في عربية نيكي. جيس ونيكي بيتم اختطافهم وبيتاخدوا المستودع رافائيل بشريط لاصق على أفواههم. كان جاسوس في شركة ماك إيوان لمراقبة نيكي. رافائيل بيقول لنيكي انه عارف انه باع الخوارزمية الحقيقية لماك إيوان ب3 مليون، لكن في 27 مليون في شنطته، ومن كده بيستنتج انه باع الخوارزمية للجميع. رافائيل عاوز يعرف ازاي حصل على الخوارزمية الحقيقية، وهو بيمسك مناخير جاس لحد ما نيكي يبدأ يتكلم. نيكي اخيرا بيعترف انه استخدم جاس ويركب جهاز تنصت على عقدها. فلما رجعت لغرفة رافائيل في الفندق، الجهاز التقط كلمة مرور الكمبيوتر بتاعه. جاس بتبدأ تبكي، رافائيل بيضحك علشان عارف انه كذب، وبيشيل الشريط من بقها. وهي بتعترف لنيكي ان رافائيل مش حبيبها، وانها كانت عاوزة ساعته اللي بتساوي 200 ألف دولار. هي ما نامتش معاه ولا حتى كانت في غرفته، رغم ان رافائيل كان بيحاول معاها. جاس عملت كل ده علشان تخلي نيكي يغير وعشان تنتقم. نيكي في النهاية بيستسلم للحقيقة، وقبل ما يبدأ يحكي أوينز بيضربه بالنار في صدره، وده بيرعب رافائيل وبيخليه يمشي. نيكي بيبان انه بينزف، وجاس بتبكي وبتقوله انها بتحبه. وبعد ما يبان انه هيموت، أوينز بيقول انه ضرب نيكي في المكان الصح وتجنب الشرايين الرئيسية رغم انه ثقب رئته. أوينز بيسحب الدم من رئة نيكي وبيخليه يعيش تاني. أوينز بعديها بينادي نيكي ميلو، وده بيخلي جيس تدرك ان اوينز هو ابو نيكي بوكي سبيرجن، وانه كان مشارك في الخدعة طوال الوقت، وانهم استخدموا الخطة اللي الواحد فيها بيضرب التاني. الطرد اللي اوينز سابه لنيكي الصبح كان الخوارزمية الحقيقية. اوينز بياخد نيكي وجيس لأقرب مستشفى، وبيذكر نيكي باللي قاله بخصوص وضع القلب في لعبة النصب، وبيضيف انه هياخد كل الفلوس. جيس بتساعد نيكي يمشي الباب المستشفى، ونيكي بيبتسم لما بيلاحظ ان جاس لابس ساعة رافائيل. وفي كده فيلمنا بينتهي. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتدوسوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.